الاسانسير معلق، فقلت اجيبها ازنقها هنا، قصدي اجيبها اسقيها حاجه سخنه لعشان تاخد نفسها. خدها ربنا، دي مش عايزه حاجه سخنه، دي عايزه حاجه تسترها يا سي علي. ازاي تدخل المناظر دي يا سي علي بيتك؟ الله، دي دره. ايوه، ما هو باين عليها دره، باين من لبسها انها دره، ودره قوي كمان. غص عليك يا سي علي، ازاي تدخل المناظر دي بيتك يا سي علي؟ مين دي يا شيخي؟ دي والعياذ بالله، قصدي والحمد لله، مراتي ام الاولاد. ما باين من لبسها ان هي ام الاولاد. طب هيتي، ايه غيرت رايك في فستان بيوتي جيارة؟ لا، رايحه الحق الجرة. ما اعرفش ليه وانا راجعه ركنت عربيتي وقررت اتمشى بين الناس شويه، بعد ما كنت طردت تماما فكره الحكم على الناس من هدومهم. محترمه، ده بيئه، ولاد الناس بيبانوا برضو. أوه، دي طبعا دره. ودي كارثه، وده بقى جوز الكارثه. يبقى فكر ناخد سفنج المواعين اعللك بيه القبلتات دي. ماشي. ايه يا ست انجي يا اختي، معديه كده لا سلام ولا كلام؟ اهلا، ازيك يا هبه؟ ازيك يا معلم شعبان؟ اهلا وسهلا. ايه الحلاوه والشياكه دي، الوان تزغلل العين. والنبي يا اختي، ده انت اللي عيونك دول حلوين وجمال، وبعدين دي اقل حاجه عندنا يعني، ده انا حتى بقالي كتير ما عملتش شوتينج. شوتينج؟ وانت ما شاء الله عليك يا معلم شعبان مطقم النهارده. اسم الله عليك يا ست انجي، دي اهبه حبيبتي جابتولي في الفالنتاين اللي فات. كان ناتك سري، خد 5 فري. يا البيئه. بتقولي حاجه يا ست انجي؟ لا ابدا، بقول ما شاء الله الصرف والذوق بيبانوا. والنبي يا اختي، انت اللي عينيكي حلوه، شوف مناخيرها منمنمه ازاي. عيني حلوه. لو تعرفي انا شايفاكوا ازاي دلوقتي. طيب استاذن انا بقى علشان صدعت شويه. انا اذنكم. اتفضلي يا اختي. هي مالها يا هبه؟ معلش يا حبيبي، ليها حق برضه تتكسر كده ونفسيتها تتقهر. مش شايف يا حبيبتي غلبانه؟ شايف لابسه ازاي؟ بلدي قوي 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 قوي. ياه، ومبهرجه كده. سو فالجر. وكالعاده كل ما احس ان انا مش طبيعيه اروح اترمي في حضن طنط رجاء وانكل سامي. اهلا يا انوش. مساء الخير يا طنط. مساء النور يا حبيبتي، اتفضلي. هو انكل سمير موجود؟ طبعا يا حبيبتي في العياده، بس معاه زبونه زمان مخلص. اوكي، زي ما قلت لك انت المره دي احسن بكتير من الاول ما شاء الله. بس هو الكريم اللي بقول لك عليه ده 3 مرات في اليوم، مرة الصبح ومرة بعدها. حاول يا دكتور. حاضر، هدي اللعب شوية. حاضر يا دكتور. اوكي، تفضلي تفضلي. اوصلك للاسانسير، لان ساعات البواب ما بيطلعش الاسانسير. يا طنط المناظر دي، دي شكلها فايزة لما تبقى عايزة. حبيبتي، دي كوك الرقاصة، زبونة قديمة قوي عند سمورتي. فرحانة قوي. يعني ايه؟ بس شكلها زبونه فعلا، وانتي ما بتغيريش كده خالص. اغير من ايه؟ انا واثقه من نفسي، وعارفه كويس قوي سمورتي شايفني ازاي. يعني مش شايفك ام اشرف؟ مين اشرف؟ لا ولا حاجه. يا انجي. يا انجي، ايه بتاكلي؟ وده طنط رجاء ولا ايه؟ ابدا يا انكل، كنت بوصيها عليك. بتوصيها عليا. اوكي، ربنا يستر. ها، ماذا ورائك يا خزاعة؟ والله يا خزاعة حاسة إنها مش طبيعية خالص يا أنكل. ده مش جديد أبداً. ما أنت لو رجعتي طبيعية أنا هحس إن أنا أحسن دكتور نسا في العالم. أخس عليك يا أنكل، ما أنا قلت لك قبل كده ماليش غيرك أنت وطنط رجاء أشتكي له. اشتكي يا نور عيني، اشتكي يا حبيبتي. قولي بقى، علي عمل فيكي إيه؟ لا، هو مش علي المرة دي. أمال مين؟ أنا، المشكلة فيا أنا. انتي؟ ايوه، اصل انا كنت بكتب مقاله عن الناس وازاي بيحكموا على بعض من لبسهم ومن مظهرهم الخارجي، ولقيت نفسي ان انا بعمل كده، يعني بقيت مركزه قوي في اللبس. وماله يا حبيبتي؟ الله، مش عيب ابدا انك انتي تهتمي بالفاشن. فاشن ايه بس يا طنط؟ فاشن ايه؟
بقولك المظهر الخارجي، يعني بقيت أحكم على الناس من لبسهم. يعني مثلا كوكي دي وهي هل علينا بصيت على لبسها وكده وقلت استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم إنها يعني سامحني يا رب. لا 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 يا إنجي معلش. حاجة لابس كلسون ومقطع مفيش ده حتى المعزة جنبيه عريانة وهي بتحلم إنما كان زعيم كان أستاذ عندك كوكي مثلا المريضة بتاعتي أنا كدكتور مضطر أكشف عليها يروح أشوف أسباب العلة إيه فهي قلعة ملت بلبوس أو ماي جاد فانتاستيك مفيش غلطة فمش مسألة لبسي أنا ناس لا لا سألت ثقة ولا إيه يا جوجس؟ أنت خليت فيها إيه؟ وأنت بتكشف عليهم هم بلابيس؟ طب أعمل إيه بس يا ربي؟ أعمل إيه عشان أرجع ثقتي في نفسي؟ ما أشوفش نفسي أم أشرف؟ كلام طنط رجاء وأنكل سمير أثر فيا قوي وحسيت إن أنا لازم أثق في نفسي أكتر من كده وقررت إني ما قيمش حد ولا خلي حد يقيمني وكمان قررت إني ما اهتمش برأي علي في فستاني الجديد ولا أجرب إني أشوف إذا كان لسه بيغير عليا ولا لأ ولا إذا كان شايفني أم أشرف خالص على فكرة. علي حبيبي لولو إيه رأيك في فستاني الجديد ده؟ لطيف. يعني أروح بيه الشغل بكرة؟ روحي. بس أنا حاسة إن هو محتاج يطول شوية. خلاص طولي. بس هو قصير كده أحلى. خلاص سيبي. طيب الديكولتي متهيألي مفتوح شوية. خلاص ده بس هو أحلى وموديله كده. خلاص افتحي. طيب الترتر ها الترتر اللي على الوسط كتير شوية مش كده. خلاص اقفليه. هو ايه ده اللي اقفله؟ بقك يا حبيبتي بقك يا انجي. خلاص اقفليه اعملي في اللي انت عايزاه. خلاص خليني اركز بقى. يا سلام ما تركز مع مراتك شوية يا علي مش كده ايه مش قلقان؟ مش قلقان انزل الشارع كده؟ لا مش قلقان كل الستات بتخرج كده عادي. ايوه يا علي الستات كلها ما يخصكش انما انا ده الترتر اللي على البادي بتاعك ده يتحط على بدلة رقاصة مش على لبس واحدة محترمة. قلتلك 100 مرة انا ما بحبش الاسترتش ده بيبان كل تفاصيلك. يا سلام اشمعنى يعني الاسترتش ده؟ ما ده اللي كانت كاميليا لابسة زيه وما قلتلهاش عليه اي حاجة بالعكس ده انت قعدت تمدح فيها وفي شياكتها. اولا كاميليا ما تخصنيش انت خطيبتي وانا بغير عليك. ثانيا كاميليا كانت لابسة تيشيرت فوق الاسترتش. تيشيرت يا هانم مش بادي. يوه يا دي الذكريات يا دي الذكريات يا حبيبتي دول شويتين بيعملهم اي واحد على خطيبته اول ما بيتخطبوا او على مراته اول ما بيتجوزوا وخلصنا احنا كبرنا على الحاجات دي خلاص يا انجي. يعني ايه خلاص
يعني انت ما بقتش تغير عليا؟ مش مسألة غيرة يا حبيبتي، انت دلوقتي ست متجوزة، باين عليك قوي انك ست متجوزة، اي حد هيشوفك في الشارع هيعرف انك ست متجوزة، يعني هيسيبوا البلاوي اللي في الشارع دول ويعكسوكي ليه يعني؟ يا سلام، يعني ايه الست المتجوزة دي؟ ايه جربة ما حدش يبص لها؟ مش النظرية. طب انا راضي ذمتك، من يوم ما اتجوزنا في مرة حد عكسك؟ بلاش دي، حد بصلك ولو حتى بالغلط؟ بالغلط بس مش هي دي النظرية. لا هي دي النظرية. بص يا انجي، الست قبل ما تتجوز بتبقى عاملة زي التلفزيون الملون اللي معروض في محل أجهزة منزلية لزوم الإبهار والصورة، أول ما بتتجوز بيتقفل، أهو بيفضل تلفزيون بس مطفي، هقعد أتفرج على إيه أنا بقى؟ يعني أنا تلفزيون مطفي علي؟ ما بتشوفش فيا أي حاجة؟ لا يا حبيبتي، بشوف من وقت للتاني، يعني مثلا لما أحب أشوف فيلم عربي قديم مسلسل كئيب وأقفل تاني بعد كده. طب ايه رايك بقى يا علي، انا هقطع عليك الارسال خالص، لا هتشوف فيلم عربي قديم ولا مسلسل كئيب، مش هتشوف غير عالم الحيوان. هاو يلا. يلا يا ولاد، يلا الباص زمان وصل، يلا السندوتشات اهي، وعلى الله ترجع لي زي كل يوم. ايه ده ايه ده يا مامي، انت لفلنا السندوتشات في ورق جرايد وكياس نايلون؟ يا يا لا، ما اسمحلكيش، الجرايد دي عندنا ما فيش اكتر منها. بعدين يا حبايبي انتوا ما بتلحقوش تقروا المقاله بتاعتي كل يوم، انما كده في البريك تاكلي قطمه تقرا حته، تاكل قطمه وتقرا حته ماشي، وبعدين تشوفوا صورتي كده في المقاله تتباهوا بيا قدام صحابك. بتباهي ايه بس يا مامي، ده احنا هناكل طريقه على لفه السندوتشات قبل ما ناكلها اصلا. يعني ايه؟ اقول لك على حاجه. قولي يا قمر، انت وانا خلفت غيرك. مامي انت كل حاجه فيكي بقت قديمه دلوقتي قوي، مش مصدقه. امشي يا جزمه يا بنت الجزمه، امشي. والخلفه على اللي عايز يخلف. قديمه؟ البنت بتقولي قديمه؟ يا حصلت، عيالي بقوا يقيموني اذا عيالي بيقولوا عليا قديمه، امال الناس هتقول عليا ايه؟ بس يا رب. ها، وبعد ما قالك انك تلفزيون مطفي ما تفكرنيش يا انكل، العيال كملوا عليا بقى وقالوا ان انا قديمه. العفاريت دول. وبعدين؟ ولا قبلين يا انكل، البي نازل لي النهارده الصبح لابس بدله اخر شياكه وحاطط بارفان وقال ايه رايح يعين الصحفيات الجداد، وهو رايح يعينهم. انجي عليك، خضتني. انت نمتي وانت واقفه ولا ايه؟ لا طبعا، نمت ايه؟ وبعدين ايه ده؟ ايش 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 خير يعني؟ ما شاء الله، صحي بدري ومتشيك ولابس وحاطط بارفان.
انا فين العزم كده؟ لا لا انا متشائك ولا حاجه، دي حاجه بسيطه، دي اقل حاجه عندي. انا رايح النهارده عندي انترفيو عشان الصحفيين والصحفيات الجداد، فقلت البس كويس. وبعدين اصل الولاد هيبقى عينيهم عليا كمان، والبنات. البنات اللي خدته القرعه تاخده من الشعور يا حبيبي. لا بالسلام. طب ما جبتلكش بقى ليه حته بدله جديده، قميص جديد، جزمه جديده؟ ما انت عارف الوزاويز الصغيرين بيحكموا على الناس من المظاهر، احتمال يقولوا عليك قديم. لا لا لا، اللي بيحكموا من المظاهر دي عالم تافه، وكما قال الشاعر: واثق الخطوه يمشي ملكا. يلا سلام بقى يا ام العيال. سلام. قال لي ام العيال هيجيبني دور. اعتقد يا انجي سبب المشكله الاساسيه اللي بينكو هي حكايه ان الزوج بعد فتره من الجواز بيحصل نوع من الملل والرتابه. ما اقصدش يعني بيبقى، لان الزوج بيلاقي ايه، ان الحياه ما فيهاش اي امبيانس جديد كده، يعني هي هي في كل حاجه، الجسم هو هو، الشكل هو هو، الطبيعه هي هي، يعني والمزه اللي كان هيموت عليها وبقت فجاه كازارولا. ايه كازارولا؟ بص يا حبيبتي انا مش فاهمه ايه كازارولا وحله دي. انكل سمير عايز يقول لك يعني ان الراجل قبل الجواز بيبقى عنده هدف يفضل يشتغل عليه، بعد ما يوصل الهدف بتاعه خلاص بقيتي مضمونه، يمد ايده كده هيلاقيكي جنبه. هيبذل ليه بقى مجهود عشان يلفت انتباهك؟ هو انجي علي دايما يا حبيبتي بيبص لك على انك ام اشرف. سيبيني بقى افهمها بقى دي عصفورتنا جنبنا. بيبص لك دايما على انك ام اشرف، فده خلاكي تفقدي الثقه في نفسك، فبقيتي دايما حاسه انك عايزه تنتقدي اللي قدامك، يعني بقيتي هجوميه بدل دفاعيه. طب اشمعنى يا انكل حضرتك وطنط رجاء يعني؟ وفي زي انا رجاء. ايه يا اخويا مالك رجاء في ايه؟ ما اعرفش اسمك وقف في زوري ليه من الحب. بصي يا حبيبتي انا انكلك سمير بقى من حين لاخر كده، لما لا قدر الله نحس بالملل نجدد نفسنا، نعمل ايه بقى؟ ننزل نعمل شوبينج، نشتري حاجات جديده نلبسها، نجدد اللي بره عشان اللي جوه بقى يتجدد، ونفضل دايما كده على طول حاسين لسه عيال وشباب. عصافير بس جبلي. يعني شايفه القميص ده؟ طنطتك رجاء هي اللي جايبه لي. الله حلوة قوي يا انكل. يعني تشوفيه تقولي فستفشي. بس انا معقولة هلبس علي فراشات يا انكل بالحجم ده؟ وبعدين متهيألي الحاجات دي ما اقدرش الاقيها في اي حتة، الاقيها فين دي؟ لا لا انا مفصلها عند قدورة في 100 عقبة. قدورة؟ ده بيفصل؟ اوه كل لبس شعبان عنده. شعبان مين؟ شعبان عبد الرحيم. على فكره عايز اقول لك صاحبتي بقى اللي بيسافروا اوروبا بيجيبوا حاجات كتير قوي من بره، براندات كده، وبيعملوا اوبن داي، وساعات بشتري لنفسي ولسمير منهم. اوبن داي تاني؟ لا يا طنط انا اتعقدت. طب هقول لك حاجه، انا عندي فكره حلوه قوي قوي قوي، ايه رايك ان احنا نعمل اوبن داي عندك في الشقه؟ بالمره بقى هتاخدي عموله كويسه قوي على البيع، وهتشتري كل اللي انت عايزاه بثمن مخفض. وفرصه كمان لعلي، هيلاقي الهدوم قدامه والمقاسات اللي هو عاوزها يقلع ويلبس زي ما عاوز. والله فكرة، فكرة مش بطالة خالص، على الله يجعل فيها الشفاء يا رب يا رب. يلا هستأذن أنا عشان عندي شغل كتير قوي بعد الظهر. باي باي يا حبيبتي. باي 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 باي. احنا طنطك وطاطاتك كلنا تحت أمرك يا روحي. فكرة الأوبن دي دي تجنن. بس يا خساره نسينا نقولها تعمل اوبن بوفيه عشان هما يلبسوا واحنا ناكل.
اعرفه ده بتاع ماما نجوى بتاع يوم الجمعه اللي فيه بقلص. لا المره دي بقى بتاع ماما انجي. في بقلص برضو؟ بقلص مين؟ وايه اللي انت ماسكه فيه؟ يا حبيبي هنبقى نتفاهم في الحاجات دي بعدين يا حبيبي بعدين. خد بقى الشميز ده قيسه جوه في اوضه الولاد او في الفستيار عشان انا عامله اوضتنا اسياج للستات. يلا اوضتنا روح علي. كويس انك انت جيت. وريني بقى عرض كتابك. حاضر. لا 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 وريني. صباح الخير يا استاذة انجي. اهلا. كنت عايز 5 دقايق من وقت حضرتك. معلش والله مستعجلة جدا. بس ده موضوع مهم جدا. اصل حضرتك لا مؤاخذة كده انا عندي حتة ارض. حتة ارض؟ ايوه. حضرتك؟ ايوه. عامة في استاذة كاميليا زميلتي هي قاعدة على المكتب ده زمانها جاية وهتساعد حضرتك. بس انا جاي لحضرتك مخصوص يا استاذة انجي. انجي انجي يا استاذ جميل عاوزنا ومعاه راجل مهم جدا. حاضر. يلا. مين ده؟ لا حول الله يا رب. تعالي يا انجي تعالي يا علي اتفضلوا اعرفكم سيد بيه منشار من كبار المستثمرين في البلد. اهلا وسهلا يا فندم. اهو باين اهو ما شاء الله انه من كبار رجال الاعمال. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. وعرفتي منين بقى انه من كبار رجال الاعمال؟ مش ده اللي كان وائل الابراشي بيشطفه في حلقه امبارح؟ يشطفه زي ما هو عايز اكيد كان غيران منه. انت مش شايف بدلته؟ بدلته بقى دي ماركه اصلي والساعة اللي في ايده دي على الاقل ب30-40 ألف جنيه بالميت. السيجار بقى اللي في ايده ريحته معفنه قوي معناها انه غالي جدا. كل ما الريحه تبقى معفنه اكتر كل ما يبقى غالي اكتر. وانت عرفتي الحاجات دي منين يا امينه يا شدبيه؟ علي حبيبي يا حبيبي انت دلوقتي بقيت مدير تحرير جريده قد الدنيا. المفروض دلوقتي تخلي بالك من التفاصيل الصغيره دي عشان تعرف بتتعامل مع مين. بس يا سيدي وهو معانا مدير التحرير اهو ومعانا اكبر صحفي تحقيقات في الجريده. قول لهم بقى اللي انت عايزه. خير يا جميل بيه؟ سيد بيه الحقيقه واخد على خاطره مننا شويه. هو واخد على خاطره من الاعلام كله لان يظهر كده ان في صحفي صغير عندنا عمل تحقيق هاجم فيه سيد بيه بطريق الخطا طبعا.
انا راجل اعمال يا سمعتي يا حبيبي، واسمه معروف في السوق زي الده، وكان على القروض اللي خدتها دي مش داخله جيبي، دي كلها داخله في مشاريع حيويه في البلد. ان كنت اتعثرت بالسداد ده امر طبيعي بيحصل مع اي مستثمر. لا قروض ايه يا سعاده البيه، ده كلك فلوس، ده انت بدله سعادتك تقطع لسان كل المغرضين، والساعه بتاعت سعادتك ممكن تسدد ديون مصر. ما شاء الله وضع على حضرتك، بتفهم في الناس كويس. لا وكمان والجزم الطال جلد طبيعي. على كده يا فندم حضرتك هتسدد كل القروض بالجزمه. بالظبط كده. شفت يا سيد بيه، مش انا قلت لسعادتك ان هم هيتفهموا الموضوع كويس قوي؟ وبعدين ده كفايه المصانع بتاعه الملابس على سعادتك تسدد اي دين. حتى من غير مصانع الملابس، وانا هروح فين؟ ما انا معاكم في البلد، انا اتعرض عليا مشاريع كتير بره البلد وانا رفضت، قلت بلدي اول. خلاص يا سيد بيه معلش، مفيش مشكله، خطأ غير مقصود وان شاء الله مش هيتكرر. طبعا يا منشار بيه، احنا هنستفيد ايه بس لما نزعل مننا مستثمرين جادين ومحترمين زي حضرتك؟ يا ريت بس الناس تتعلم من شياكه حضرتك وذوقك، ده البلد كلها كفايه انها هتلبس من مصانع حضرتك. اوه ايه ده، انت لسه هنا؟ هي استاذه كاميليا ما جاتش قابلتك ولا ايه؟ يا استاذه انا كنت عايز حضرتك في موضوع، انا عندي. يا استاذ ده انا اللي عندي مشوار مهم قوي، انا اسفه، يا ريت حضرتك تعدي علينا في يوم تاني يمكن نقدر نساعدك بحاجه. او تساعدي مين يا استاذه؟ ده كلام برضو؟ هو اللي بيحصل؟ معلش يا عم، ست انجي اصلا عندها مشاوير كتير وعلى طول مشغوله، بس لعلمك بقى دي ست محترمه جدا جدا وما بتتاخرش عن مساعده اي حد محتاج. مساعده مين يا عم انت؟ انا راجل مستثمر، انا عندي 500 فدان في الصحراء بس اصلحه، وكنت جاي للاستاذه انجي تيجي تصور لي المحاصيل واحنا بنصدرها بره عشان نشجع المستثمرين يجوا عندنا ويستصلحوا اراضينا. 500 فدان؟ ايوه. لا مؤاخذه يا باشا، لا مؤاخذه سعاده الباشا، لا مؤاخذه، حضرتك تؤمر باي حاجه انا تحت امرك، بس ما تاخذنيش يعني سعادتك مش مهتم بنفسك شويه؟ احنا بتوع الارض والطين، نقوم الصبح نقلع ونزرع، وعشان كده ما يبانش على خلقتنا كده، ما بنحبش المظاهر، مش زي رجال الاعمال بتوع القروض. تقلع وتزرع؟ ايوه. باشا محسوبك تيتو، سيبك من البشر دي بقى كلها، اي حاجه تحتاجها هنا انا اعملها لك، انا خدامك يا سعاده الباشا، تؤمرني بايه؟ قهوه زياده. صباح الخير يا كوكو. انجي انت فين من الصبح؟ المقاله اللي كتبتها في منشار بيه طلعت صح؟ صح؟ صح يعني ايه؟ البيه طلع نصاب عالمي، لها فلوس القروض وفلسع. النصابه؟ ولكن باين عليه. قصدي يعني كان باين عليه جدا، انا قفشته على فكره. اه الساعه بتاعته كانت هاي كوبي، تقليد مش اصلي. شفت يا ست انجي شورتك المهببه؟ شورتك المهببه؟ شورة ايه؟ ايه اللي حصل؟ مش انت قلت لي ان منشار بيه حاجته شيك وسمعته زي الالماز واضمنه برقبتي؟ انا رحت حجزت بدل ب 5000 جنيه وبسبب حظ المهبب الحكومه حجزت على مصنعه، اعمل انا ايه دلوقتي؟ منك لا انجي. يا سلام، وانا مالي؟ وبعدين مش انت اللي قلت لي عايزه تشيك يا انجي؟ اعمل لك ايه؟ وبعدين عايزه افهم حاجه، انت ليل ونهار معنجون؟ اتعلمتش تلبس؟ ايه اللي انت لابسه ده؟ ذمتك بنطلون احمر على جاكيت ليلا على قميص تركواز؟ يا ده مش تركواز، ده كرومبي. كرومبي؟ ده كرومبو.
الترياقي الترياقي ماشي ماشي. ما هو مفيش حد من الصحفيين بشياكته زق على بيه. بصراحة علي من ساعة ما لبس وتشيك بقت روحه المعنوية مرتفعة موت. بس من الواضح إن علي معنوياته ارتفعت زيادة عن اللزوم. هاي، هو أستاذ علي لسه ما جاش؟ لا لسه يا حبيبتي. دي رابع مرة تسأل عليه، ده غير الأربع موزز اللي سألوا عليه قبل كده. أربع موزز؟ أمال يا بنتي، علي عامل شغل عالي قوي قوي مع الصحفيات الجداد. انتي حبيبتي نصيحة مني ليكي، بلاش تدخلي التواليت الحريمي. التواليت الحريمي ليه؟ علي عامل فيه شغل عالي هو كمان؟ لا بس يعني علشان ما تسمعيش البنات وهم بيتغزلوا في شياكة وخفة دم علي. اي يا كلام فظيع. على فكرة مش انا ولا تهز، ما يفرقش معايا خالص. انا على رأي الشاعر واثق الخطوة يمشي ملكا. كلام فظيع قوي يعني؟ فظيع. هاي، هو استاذ علي الامور لسه ما جاش؟ شبت شبت. يلا يا ليمت تاكل سندوتشاتك كلها. اتفضل خلي بالك من نفسك. يلا طريق السلامة حبايبي. باي يا روح، مع ألف سلامة. محمد رسول الله، مع السلامة. باي حبايبي أربعين. هاي هاي الجور يا روح قلبي. ازيك يا أنوش؟ اتفضلي يا حبيبتي، بخير الحمد لله. أنوش أنا بقى جايبة لك مفاجأة، إنما إيه هتفرحي قوي بيها. مدام فلتس جايبة موديلات تتجنن من قبرص، عايزين نعمل أوبن داي. معلش بقى تعتذري لمدام فلتس، لأن أنا مش ناوية أعمل أوبن دايز تاني، خلاص الفكرة دي مش لدة عليا. لدة؟ إيه لدة دي؟ ما كنت التقيتي وبطلت الكلام الفظيع ده. بوركوا بقى مش عايزة تعملي. والله يعني صباح الخير يا كنت رجاء. صباح الخير يا حياتي. صباح الفل يا حبيبي. مش عايز تفطر يا علي؟ حضر لك فطار. لا 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 لا، انا عندي في ناس مستنياني في الوكاله، لازم اروح لهم ضروري جدا. اكيد وكاله البلح. تعالى يا حبيبي طريق السلامه. حصنتك من العين، حصنتك من العين يا حبيبي، حصنتك من العين، مع الف سلامه. لا اله الا الله، محمد رسول الله. وتحصن مين وبترقيه من ايه؟ ده ايه اللي هو عامله في نفسه ده؟ لابس بدله شكل سرحان في شباب امراه. هي البدله بحبه قوي وانا بتجنن. بتحب ده؟ ازاي يعني؟ ما اكتبش عليك يا طنط، اصل هو من ساعه ما لبس وتشيك وبقى مقلوص كده، بنات بقوا كده بيجروا وراه كده. يجروا وراه؟ اكيد عشان يضربوه. بس قمر، قمر سكسي شكله كده. بقى علي سكسي على فكره.